التهديدات التركية ضد حزب العمال الكردستاني ترجمت أخيرا إلى ضربات عملية ضد مواقع الحزب على الحدود المشتركة مع إيران. وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أكد في تصريحات إعلامية أن العملية تمت بالتنسيق مع القوات الإيرانية دون ذكر نتائج أولية عن تلك العملية أو تحديد ما إذا كانت شاملة أو محددة تستهدف مواقع الحزب على الحدود التي يبلغ طولها نحو 500 كيلومتر. الداخلية الإيرانية أفادت في بيان مقتضب بأنها أطلقت مع تركيا عمليات مشتركة لمحاربة من وصفتهم بالإرهابيين على الحدود، ويأتي ذلك غداة إطلاق نار وقع في سنجار العراقية بين مقاتلي حزب العمال وقوات حكومة بغداد، ما أدى إلى مقتل جنديين للأخيرة. مصادر إعلامية أفادت بأن العمليات العسكرية ستطال مواقع الحزب في المثلث الحدودي التركي الإيراني العراقي، والذي يعتبر مصدر تهديد كبير لأنقرة، حيث تنطلق من ذلك المثلث هجمات الحزب إلى الأراضي التركية وكذلك الإيرانية. تهديد خفت وتيرته بعد بناء أنقرة جدارا إسمنتيا بطول 145 كيلومتر مع إيران. هي المرة الأولى التي تعلن فيها أنقرة مثل هذه العملية ضد حزب العمال الكردستاني، لكنها نفذت سابقا ضربات جوية ضد مواقع الحزب شمال العراق بالتوازي مع عمليات أمنية داخل بلادها ضد خلايا تتبع للحزب الذي يخوض حربا ضد أنقرة منذ الثمانينات وقتل أكثر من 40 ألف شخص.